السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على ظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إنك ما قرصونا قفك بني آدم كاي انتو أدوية تشوغو إنو لكل مو نباتوين إيا حالة أدك إيا رما فربدان وقلبي قيس عليسية كربان صابق نغضة إلهي با سبحانه وتعالى أرنك النوع عاسية قدر يا حكومي ربنا سبحانه وتعالى وحصدا ويا لي امتحان وامتحان يا دوميس مرك حالة دكوات كاتم حق إلهي بوعر ريان وحريرك إلهي إلا اللي يهين بيحوتين أيان أوي صبر أيان وإلهي بي سبحانه وتعالى فرج كسوغ أيان أي كرتين أيان نساء إلهي بي سبحانه وتعالى كفوغ أيان حالة ده أدق مركا إلا كل مان وحكرا إلهي سبحانه وتعالى حكم كيسا كميدا الدوموها أمر كيسا مركا عاصيان إنو كو عقابه حالة ده أدق وورور يا عليس فربدان قلوبته ذكوا هي أرنت نوع عاسية وشيدة ربي وكلي يا إتاين إسقرتان وإلهي سبحانه وتعالى وتوبت كيران خلت كي يقف كي يدم بيقنا يكسو نقدان شاكيكو ماتشي حالتك استو أذك فرج إلهي سبحانه وتعالى إنو كدن بيه إلهي باري إن مع العسر يسرى أذيك استفضيت بالصعدة سيجعل الله بعد عسر يسرا أذيك يا حالتك استوى أذيك فضيد يا فرج بإلهي كدن بيسية لكن ربي سبحانه وتعالى فرج كيسا وحوية لي أسباب وكحوسي كتاب كيسا قار كون دو وحيو دي الرسول كيسا ونوغو شاقي حديثة يسونا هلق سوري وحلق قد بنغفك مسلم كاي أن يتعرف على أسباب الفرج بعد الشدة حيابا صابوا النقضة فرج كي مادة حالات أدق يدبات الدبادين علماء الإسلام أرنت النوع عاسية آد بيحل إساق صارين كتبنا ويكا قرين أي كحسين أسباب تفرجك إيو آيادية حادثية قصص فربدا وأرنت النوع عاسية كهالله علماء كتبتك قرتي وحكم التنوخي رحمه الله تعالى شدة بعد الفرج كتاب لرابو لي وشن بقول أصف حدود كنو وكذلك علماء كتبتك قرت وحكم الماوردي رحمه الله تعالى وحين حصوصنا إن ما أنت بإذن الله سبحانه وتعالى لحر ماذا كم إذا كوى إلهي وكتاب كيسا كشاغي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث سيسا وكحصي والسبب وفرج كيما أدى حالة ذاك دبديد أرنك كوبات وحسن ظن بالله الدون كحالة دمر كيكوات كاتو إن إلهي سبحانه وتعالى ملون أكثر وكمل أستو وحفي عنا ربي سبحانه وتعالى إنو كرتشيه مرنب إنانو كقوصا فرج كإلهي أو نقض مرول بمتسقاية بشارة وين إلهي سبحانه وتعالى وقب بشاريه الدومي صحالة دومر كيكوات كات الصبرة إحالة دادك يعني السابق النقن إلهي إني كفو قادان ودد السنين كالإحدان. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي الدون كي يوحو إغم ليست أيو إغهلية هدو قوستو او إلهي سبحانه وتعالى وكما ليستو وكفشو حالة دادك إني أدوياد وقود ما ريسو وفرج إلهي آن وإيمان هين تاسو إلهي كهلية هدو رجدي سحوق أيو او إلهي سبحانه وتعالى وكفشو إنو فرج أكين أيو حالة دادكنا إلهي سبحانه وتعالى إنو كبدل أيو تاسو إلهي كهلية وحيابها أدوان كمسلم كهاء كعاونا يا حالد مرغي كواد كاتو انو الهي ملونا اكسان كما لايستو فرجنا ربي سبحانه وتعالى وكسوغا وحاكم دا قصص الفرج المذكورة في كتاب الله قصوينك
فرجكو آد وقدح مقدر شدية عديك دبدي إلى كتاب كيسوكو شاقي سيكستو حالات دواي كوكو آدك تاي وحادو قاتا دونك إلهيو ربي قائنو إياهي كي شافيي نبي الله أيوب سيداد يتوبان صندود انتو حنون هاي كدب حنون كاسي ودوليال كدقهي دادكي ودمينين اي كياعان وعيدان اي كصاهرين صدح قف مويان الساب نغضي سيكستو حالة دواي كوغو ادكتهي ربقا سبحانه وتعالى واكي نبي الله يونس حوت كاما نبيريق اللقي ابدا لقالي لقوسي واكي ساقو نول كسو ساري دباتا دي كسو قادين ربقا واكي كعافيي سيكستو عدون كإله يو حالة دواي كوغو ادكاتو ربقا سبحانه وتعالى وكي نبي الله يعقوب فرج كوغيالي حالة ديات كايدة صومرتي ونسو عليي إنن كيسي يوسف أوبد قبا أولي با إلهي سبحانه وتعالى درجو ينو كردي سيكستو حالة دواي كوغوات كاتو ربيغا سبحانه وتعالى وكي فرج كوغيالي نبي موسى ينتي راعد الرميسي حالة دي عليل غاهي دات كايدة اي قلان بدي با كهرتمي عدو جينا وادب الصعدة وادب القورية واني أركان بفلما ترى الجمعاني قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين حالة دو يدو الصعي وادكتهي سيدا سير رجدي سؤس الرئيسي إلهي بانا سبحانه وتعالى تاو حقيقي وبدوين توقتشي حي ودو أي نبت قليكو مرين إساقيا ينتي الرميسي كنا هلاقي عدو قيا ود اسبداي اي ادب السعودي ايها المسلمون عباد الله صار طلبات وتوبه الى الله ومراجعه حال النفس وتحقيق التقوى وين ادي له توبتك انت سبحانه وتعالى نفترضنا ادب ان نقطه حساب الصح تقوى الهي وكوا مراد الهي والهي عابده ووضد ربك توصنو إلهي كبقوا أمر ردي سفلية وحودي دين كفق هذا إن الحقيقة ستانا وحادو قاتا يا عبد الله حالتك استو عدك وادي بسنسو كلسو قدبوناتا سبب تيدو إني نقن كرتو دم بيات سميسي إلهي سبحانه وتعالى حق حقوق دي سكم إذا ضيع دي أما وحي إلهي وكود دي دوكا حارنت ميي ونفتات كعلم ويدوات كديرتي إذن فردك سببتي سمحي نقونيسا وحشدد إياديك يا عليسك يا دباتدك ياني ومعسيادا يا خلاف كامر كإلهي إن أدميشك سارتود إلهي سبحانه وتعالى وطوبتك أنت ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وتصالح أرنت النوع عاسية مرخاتي واه وإلى كتاب كيسي نوغو شاقي ودد مقالة دقن حالة لدنانات إيا برواقا إيا كتران نبت قل إيا هايستانية دقن آشو أرزاق دا إلهي باتي هول بوغة تمادة إنت إلهي سبحانه وتعالى أمهد نقل هاي ودد يسنا يكو توصنا الله هاي با إلهي مركيسي خلافين إلهي سبحانه وتعالى شد أيكو عقابي وحي إلهي دردن سيئي قاتش أي بقه وحا أقدو تركو داي سوحيقان قاتش أي بقه أيو إلهي كردقه وحا يسميني سابتي إذن وحانا نبسر يسدن بقاق أصابو نغان كارا إسيات فرت وهشو إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كان إلهي بادي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب والتوبة من التقوى وفك إلهي سبحانه وتعالى كبقى وددي سكتو الصنادة إلهي حالتك استوكوات كات فرج بوغيلي ميل أنو رزقي كفي لنا إن إلهي وأوغكيلي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبقو الدين تيسكو عمل فلوكو توصنا هذا الرميس إلهي بفضضينا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هكذا التوبة والاستغفار تأتي بالفرج بعد الشدة أرنك صدحات وأتعرف إلى الله في وقت الرخاء
ليأتيك الفرج من الله في وقت الشدة. مركا أضلضنت هاي إدبرواقي سنت هاي أرماها ويسوكا توسيهين وإن النقطة الدون إلهي قال معرفتنا الوقمة هذا المعرفة العامة سيقود من إلهي ويقان غور ميسا المعرفة الخاصة بالوقت هذا وقال بقاق من إلهي كحرية سبحانه وتعالى والربي وكوكل سونيا وكوحس اللوية هاي قلبيغاغو ميد إلهي كهي بدايستا وكحشونا يينو يهي وطاسي كعليس إلهي سبحانه وتعالى أمر كيسا إنو خلافه قلبيغاغو إنو يهي قلبي إلهي ودو ليسا إلهي أخشو عصا وربي سبحانه وتعالى هينو أه قلبيغاغو إنو يهي قلبي إلهي تشعل أو وينيني مركض لدنت هاي هدات صفادة الليضة هاي واحد دمانة دا حالة دو مركي كوات كاتو أرين تاسين يكون نقول إيشو رصيد أكون كاجا كوجيرة أصاب النقطة إلى حالة هذا فرج إنه كاجيله قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلهي سبحانه وتعالى أقون قارة ويالا قارة شقارة مركا الله انتهت برواقي سنتهاي حالة دمرة كوات كاتو أيو إلهي فرج كيسكو كين الدونة إلهي قرآن كوحي من أقول شيء قصة الله يابل وطامو جنيسا الدون كي مركو لدنا إيو بدقبي قلبي قيسو إلهي وكوحينا إلهي إن بدن حسي كيري حالة دمرة كوات كاتي إن ونا قيسي هو رصابو النقضي حالة دادك إلهي فرج إن وغيالو والنبي الله يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نبيري بقى اللي قيسين هرون شاقني إلهي وحو لأي مركي وبدقبي بريق مركو تشاقو بنان كمرأي هدانو كمي دهان لحين كوا قلوب تودو إلهي كحرمتا إلهي بضان حصا هل كاسي أيو كتير لها لكن هل كاينو كصابح إلهي صابحو وقردقي تسبيح ديسي ذكري ديسي دعا ديسي عبادة ديسي طاعة ديسي استقامة ديسي خير كيسي يوناك كيسي والفرعون أو فرسون ماركو لدنا كبير بوعير كايس لما ريو أنا ربكم لا على الله يما علمت لكم من إله غيري ماركي حالة دو أي كوات كاتي عريري قو قلي أيوري آمنت إلهي سبحانه وتعالى محوق جوابي الآن وقد عصيت قبله كنت من المفسدين مالك حالة كواتك تقول مد إلهي يقانها نقن سيدي مشركين تا إلهي وكغشة كتاب كيسة مالك أضلادان تهي بريد إلهي بدي إيا ذكرك إلهي إيا عبادة إيا توسنان تا أسوح إصابه نقن دون تا إلهي نفرج كنير أبو ذر رضي الله عنه والصحابي الجليل نمباوي مكوري إلى التليه فقال أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء إلهي حسوسنا وحس مركا لدنت يا برواقي سنتهاي يا ريموسات تعشها يا ود عيان إلهي سبحانه وتعالى وحك حسي دونا فرج كيسا يا نصر كيسا وكو كين الدونا مركا حالتك كوغات كات قال أيضا رضي الله عنه ادعو الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك ما لنت لدنتهاي الدون إلهي كحرنا إلهي برينا مروا بإلهي سبحانه وتعالى وضبها انتهي لكن بريضة إلهي بريضة مركض لانتهي لباتو آن الدريمهي وحسابه نقول حسابه مركض حالة كوات كاتو ربي سبحانه وتعالى الدعاء دينه كاقبله أرن كأفراد وتضرع إلى الله بالدعاء واللجوء إليه وعدم اللجوء إلى المخلوق عند شدائد الأمور وإن إلهي سبحانه وتعالى بريضه وإلهي أدكو إركت سبحانه وتعالى وآند مخلوقا نفت هذا لقبل أبو آند اسكوها اللين وآند عسكن وحقي ساند عرر إن بضان وكمي ذات ددكو مسلمين بها هذان حالة هذا كمرك إلا سوء قدبون هذا إيمانك ضعيفي غفلت جرتا وقيت مركب إلهي سبحانه وتعالى مبريان وحي قادم تلابو ينكلوا إسليهين أرنتا هذا قيدين هاي ستكو حليا قف إسلامنا رنتا وحبك قبنا كرا إرجوك جلي كرا عدبك على هذا كرا دينبك بحن كرا
أما أودي حيل دا إلا إن استعمالان بيسكو ديان واتشب كو حوية تلابدا كوبا دا آد قادسا إنا نقطو إنا ربقا حديد للسميس إلهي با عالم كان مامولا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الرنان إلهي كوفلنا إننا كوفل مايو ولا حول لك ولا لغيرك من المخلوقين إلا بالله أديك يا مخلوقاتك كالتوانا ملهدن أودي حيالات أضوحك قبسطان إلهي با سبحانه وتعالى وحوري فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هذا هو المطلوب مركي عذاب كيغا نباتضيذ ويكوها بستي مي إلهي صبول لغان سبحانه وتعالى قلوبته ودو حق إلهي مي يسوتي هيسته ربي سبحانه وتعالى مي بريان إلهي با سبحانه وتعالى قفك حال الدو دبي هاي إلهي بريا وبلان قاضي إنو دعاء سكاق بلي أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف الصوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله مسنا الله سبحانه وتعالى كنبات سلمك بريا أجيبا لباتنا كد القاضة الله دول كيدين دتشي يدين ديبي يكوى عن صفاتك الله إني مسنا الدعاء يا عباد الله من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب والسبب تقوين لباتنا لقو الريحو لقا ربحو وحل الدونينا لقو قارو لكن واحد عكرت هذا الدعاء يستدعى هذا إن أنا يالا راد كاد كفي ليسي وصابت هاي تهاي دعاء هذا إلى تدعاء وإلى هاي تشعلي وواحد الدم بعد كل دعاء سنة والدم بيعه أما بس قلبي جاجا يا ضعيفة والدعاء واحد كذي جنت هاي قلبي جاد دعاء واحد سكذي جيهين لابك يقان صدى دعاء ولابك قلبي جونا وقان صدى قان صدى وودد وانت لك تهاي أي لابك هل كجاري وكل عيانا أي لك تامربا قلبي جاجا إيمانك كتشرة يا الله كحدنا أنت يا ترى صارت كإلهي يا كل سوني ده يا رتشة ده كتير تاين تلاك تاين أيه اللي كان سامر با دعاء ده هلك وقلبي وجارسيني يا أقبل التانك إلهي سبحانه وتعالى وأقبله وحين نقش كيني محمد عليه الصلاة والسلام صدحني وكم ده ومدينة جهوري سفر بيا هاين قد بي قلين ويصير هذا هو إذا نجح وين بابورك قصود عي وقد كاسك الضبالي وحلالك عدا ويردان عدا أركيسة عدا مغليسة والإله عين سبحانه وتعالى مجلته ما يقوصا ويوضع هذا لين وحيرا دين إلهي سبحانه وتعالى مويانا عد كلو ميشن إنك صارسة مجلته لباتذن عد كلو إنك بدبادين السنة مجلته مدو ولوبا إلهي بري ولبا إله واحد كبري إذا قلت وصشاد وقلت واته عمل وناك سنوات السلادة هي الله إله ملا عمل كا إلهي دراد دي بادو سميس سيدي بيالان كيكو باد مركو دعايي إمبو دقاقي نقحي ما تشيرتو عقف ريح دي يويش أيو دل بدن طونا وود إلهي با سبحانه وتعالى ستوصة ودقا جسي كيلا باد مركو دعايينا إمبو دقاقي لكن ما يسو بحي كريم كيسا دحاد مركو دعايي بقي حواب النايي أفافك قدك يقو صعوني وان فوررسا وان قرقورنا هين أيك صبحين راد كاسي دعاد الله ده هاي مركز شدادة يدباتلو هاي جرتو وادون إلهي أودي سقيري أدون كإلهي بري إلهي قنين مدين سقيري وادون باهيدة إلهي وقبو يئنو ياهي أدون كإلهي وضعيف وربي أن كمار مكرين سنبا وقريوي ساسرات كدعاء ويكوية لنسا وعجل الدعاء ينقارا والنبي قال لي محمد عليه الصلاة والسلام وشاقي حال الدمركة أدكاتين لقد دعايستم وإساب ويهين إلهي أدون كفرج إنو كانوا وعكمد الدعاء ورسولك ولي صحابي لنا أبو بكر أبو داود باسننتي سكو قري قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو قفك كربيسنا لباتيسن دعوين كايتاين وكد عيستوحا كميدا إنه لا اللهم رحمتك أرجو إلى رحمة هذا الرجيرية فلا تكلي إلى نفسي طرفة عين إلى هو أود ديدي حيال الضيدة إياني قاها نوكل بحن واسلح لي شأني كله لا إله إلا أنت
إلا وأرن كي يقول لني هكاك بيتحق لقو عابدا متشيرو أدي قبوياني وحكم إذا الدعادة وابن عباس نبي عليه الصلاة والسلام كوري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم بيتحق لقو عابدا متشيرو الله حق وين موياني لا إله إلا الله رب العرش العظيم بيتحق لقو عابدا متشيرو الله عرش وين موياني لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بيتحق لقو عابدا متشيرو الله السماوين كرب قوى دولالك هو عرش وين موياني بخاري مسلم باوري وحكم إذا الدعوين كدعوة ذي النون دعوة كدعا يستنى نبي الله يونس حالة دعا ذاك مركو قلي وحر النبي عليه الصلاة والسلام سترمذي ووريي دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء كدعا يستنى نبي الله يونس سقو النبي رقع علوشي سكوتي رمحيهي متحق لقو عابدا متشيرو أديق موياري حمان ودنوات كهو فانتهي إلهي وكوة قردر ولياش خلدما أيان كمدها فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له قف كستو مسلم ودعا دا كدو عايسته وارين لسوا قدبوناتي كدو عايسته أما وحو دون يوج عليها إلهي سبحانه وتعالى دعا دا سوا كاقبله وحكم إذا الدعاء دا إشاكتي أسماء بنت عميس قالت علمني رسول الله كلماتنا قولهن في الكرب رسول الله وحو يبارك المدان إلى هذا مركي حالة دعات كاتر الله الله ربي أنا إلهي بانبري إياه إلهي بانبري إياه ربي بانبري إياه لا أشرك به شيئا إلهي عدنا الله وذا تشين ما يعدك الله بري مايو سيدا كدو عيسر الرسول كمركي حالة ذي وكل سوى قدبوناته ابن ماجه يا وريي إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سنينا فرجا من كل كرب ويسرا بعد كل عسر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأسباب الفرج أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله سببت الشنادة كم إذا أسبابت فرجك والتوكل على الله إن أدون كوياي أدون إلهي كالسوني قبل ثقة بالله إلهي أودي سكو كالصون كرم كيس يدق سينمدي سكو كالصون إلهي وعدي كيس يبوه يسيب اللنقات كيس إنو ربايكو كالصون إلهي سبحانه وتعالى إنو إياهي مدفرج كان بعد الشدة يقين صن مد إلهي عسكنا يا سبحانه وتعالى ورب سبحانه وتعالى اسكوها الله ينايه إلى وحينا وشايا في القرآن الكريم من مؤمنها وفرعون يسكو قلاها عين وعربي سبحانه وتعالى وكشاقي مركي أيها انتبين أي دونين دباتيان نيري ووفوض أمري إلى الله أرن كيق إلهي بان ديبنيا ربي بان سبحانه وتعالى تلصارنيا إن الله بصير بالعباد أرن كيق يكين يكا دومها ودمنا إلهي كما قرصون ربي سبحانه وتعالى وأركه فوقاه الله سيئات ما مكر شرقوا الكود نبكيسي إلهي سبحانه وتعالى كبد بادي بسبب توكله على الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم صحابة الرسول كوي النبي محمد عليه الصلاة والسلام dad baa yimi oo yiri markii dagaalkii wuxuu do dhibaato badan ka soo gaadhay laga soo jeestay hadaba leedu ku soo socdaaba wala suukiin habar wacday ka baqad dadka maxay yiraahdeen hasbunallahu wa ni'mal wakeel ilaahay baa nagu filan rabbi baanu tala saarayna fanqalaw bi ni'mati min allahi wa fadl lam yamsasum suu tabu ridwanallah marka ilaahay saa ugu karsoonaaday inay tala saarteen nabad galiyo iyo nicmo iyo badbaado iyo dheera dadka kale ay dheer yihiin diinan ayay la noqdeen buu rabbi subhanahu wa ta'ala arinka lixaad waa as-salaatu ala nabiy alayhi salaatu wasalaam markasto xaalad adag ay kula soo gudboonaato ama dhibaato ay kugu habsato akthir ya abdullah min as-salaati ala nabiyika alayhi salaatu wasalaam waad farabadi saa salliga nabigaaga
نينك يقول أجعل لك الصلاة كلها دعاء يدوردن كصلي قاعان كديك يا رسولك إله يو رسولك عليه الصلاة والسلام يحوري إذا تكفى همك ويغفر ذنبك وحلال وحور وركوها يا الله قاعد في اللاندورة لباتوين كعليسك كوها يوردن بالقاد القادي دورة ذنبي هذا كعليسيين والغودة في دورة درجة داس أي صلي النبي عليه الصلاة والسلام أدونك وقارسينية اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.